خاطري والخاطر شك شهيد والخاطر كل دم عن الكلمة لا تكسر الحظر خاطر الشهداء لا تكسر الحظر سلامة عائلتك لا تكسر الحظر خاطر عمر سعدون لا تكسر الحظر تجدون خاطر الشهيد كاظم لا تكسر الحظر خاطر علي كاسم لا تكسر الحظر رامي سعد لا تكسر الحظر أخي تعبنا وتكسر الحظر خاطر مات الشهداء لا تكسر الحظر العراق لا تكسر الحظر الله يفتح يقول لا تكسر الحظر الراحة مو قليل الخاطر لا تكسر الحظر الخاطر صفاء السراي لا تكسر الحظر خاطري لا تكسر الحظر خاطري لا تكسر الحظر حياكم الله مشاهدينا الكرام بحلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم. الفيديو اللي شفتوه بالبداية يدل على وعي كبير عند المتظاهرين لعدم كسرهم حظر التجوال، لالتزامهم بالأوامر، لالتزامهم بالإجراءات الصحية، لالتزامهم بإجراءات الوقاية، لتعقيمهم لساحات التظاهر، لتعقيمهم للخيام، لتعقيمهم للأماكن اللي هم قاعدين بيها. فعدهم وعي يثبتون يوم عن يوم، ولو المتظاهرين أثبتوا وعيهم من اليوم الأول لخروجهم في تظاهرات ثورة تشرين. حلقة صوتكم مترحب بكم أجمل ترحيب مشاهدينا الكرام. أي شخص يحب يتصل بينا أرقام البرنامج تظهر أسفل الشاشة، يقدر أي شخص يتصل بينا. أما الرقم اللي ظهر حاليا أسفل الشاشة هو رقم مخصص لبرنامج الواتساب، وأنوه للسادة المشاهدين أتمنى تعذرونا إذا دقيتوا على رقم الواتساب وما جاوبناكم، لأنه ما نقدر نستقبل اتصال على برنامج الواتساب. حلقة اليوم راح نتكلم بيها عن قضية تهم شريحة كبيرة من شرائح المجتمع العراقي، وهي شريحة وهم المعتقلين. أكو خبر نشر أنه برهم صالح أعلن عن عفو مقترح عن شمول بعض الفئات به، هو عفو خاص. العفو الخاص هو للهدف لحماية أرواح السجناء مثل ما قال برهم صالح، ويطالب المقترح أن يشمل العفو الخاص كل من أكمل نصف مدة محكوميته، يعني اللي محكوم 10 سنين وأكمل 5 سنين، اللي محكوم 15 سنة وأكمل 7 سنوات، اللي محكوم 20 سنة وأكمل 10 سنوات يشمل العفو، وأيضا لمن بقي على مدة محكوميته أقل من سنة. أي شخص مدة محكوميته أقل من سنة أيضا، أو باقي على مدة محكوميته أقل من سنة يشمل القانون، أو المحكوم عليه بمدة سنة فأقل، أو أي شخص محكوم من شهر إلى 12 شهر مشمول بقانون العفو الخاص حسب ما يقول القانون. لكن ذلك لا يشمل المتهمين بالجرائم الإرهابية أو الدولية أو قضايا الفساد والجرائم المتعلقة بأمن الدولة الخارجي والداخلي، ويطالب بشمول الأجانب المحكومين بسبب مخالفة قانون الإقامة. السؤال اللي ينطرح الآن، أوكي تريد تسوي عفو خاص، ما تريد تسوي عفو عام عن المعتقلين، لكن حطيت به شروط. السؤال اللي نواجهه إلى الناس أو إلى القضاء أو إلى رئاسة الجمهورية أو إلى رئاسة الوزراء، شنو بالنسبة إلى المعتقلين اللي موجودين بالسجون وإلى اليوم من عرضوا على قاضي تحقيق وما تحاكموا وما عليهم حكم وما عليهم شيء، ذولا شنو الإجراء من عندهم؟ زين، أنت تقول لا يشمل القانون المتهمين بالجرائم الإرهابية أو الدولية، يعني حددتها أنه السنة ما يطلعون مثلاً، أو المشمولين بأربعة إرهاب اللي سموه العراقيين 4 سنة. زين، وحددت أيضا أنه المحكوم عليه بمدة سنة فأقل، واللي صار له بالسجن 5 سنوات و6 سنوات ومن عرض، هذا شلون؟ اللي صار له بالسجن 5 سنوات و6 سنوات هو ما يعرف تهمته شنو، هذا شلون؟ واللي اعتقلته وأهله ما يدرون بي وين، ولا يعرفون تهمته ولا يعرفون قضيته، هذا شلون؟ أكو هواية أسئلة تنطرح بهذا القانون. طبعا القانون أثار جدل، المشكلة أنه أثار جدل كثير من السياسيين. يعني مثلا منهم عمار طعمة يقول هذا قرار غير مدروس ومتسرع،
قد يفتح ثغرات خطيرة للعفو الخاص عن جرائم ومجرمين تسببوا بتهديد الأمن والنظام العام ونهب وسرقة أموال الشعب وما شابهها من جرائم ذات آثار عامة وواسعة. زين أنا همنا أرد أسأل، العفو الخاص ما يشمل قضايا الفساد، عبد فلاح السوداني يعني شو وقت تهتمون بقضيته؟ السياسيين اللي عليهم قضايا فساد شو وقت؟ حيدر العبادي عليه قضية فساد، عدنان الزرفي عليه قضية فساد، نور المالكي عليه قضايا فساد، شون؟ مو ذنيا أنت تقول قضايا الفساد، أوكي أنت ما معتقله تخاف منه، بس فلوس الدولة يعني شو وقت تهتم لها؟ الأبرياء ما تريد تطلعهم من السجن، طلعت لك قانون، القانون مبين هو شلون مفصل. رحيم العقيل يقول القانون هذا بمشاكل، لأنه القانون يقول كان باستثناءات واستثنى أيضا جرائم بسيطة جدا، وحسب ما قال رحيم العقيلي هو رئيس هيئة النزاهة الأسبق أنه جرائم البسيطة تنقسم جرائم جنائية وجنح، وأكو فرق ما بين الجرائم الخطيرة وهي الجنايات والجرائم البسيطة هي الجنح، وأي عفو عام بالعالم يشمل الجنح بشكل عام مهما كانت قيمة أو يعني كبر الجنحة، لأن تعتبر جريمة بسيطة. أيضا يقول القانون ما افتهمنا من عنده هو يشمل المعتقلين داخل السجون أو المحكومين وهم خارج السجون اللي ما ملزومين، اللي محكوم عليهم بمدة سنة فأقل، يقول هاي عبارة مطلقة تشمل من هم خارج السجن. يقول ولا أظن أن المقترح يريد شمول من هم داخل السجن. هذا الكلام ده يقوله رحيم العقيلي، عفوا رئيس هيئة النزاهة الأسبق والقاضي رحيم العقيلي، يقول ما أتوقع أنه القانون يريد يشمل اللي موجودين داخل السجون، يقول يشمل جهات أخرى. عندنا اتصال من كربلاء، حسن حياك الله. أهلا وسهلا بكم. هلا بيك أخوي. والله أستاذ إحنا عندنا مناشدة يعني. تفضل تعال الهوى. إحنا بالنسبة للأخوان المتظاهرين الشباب اللي طلعوا المظاهرين. نعم. تعرضوا للحملة مال الاعتقالات بدون أي أمر أوامر قضائية. بتهم واهية لا صح ولا هاي مصداقية. يوم 2/4 يوم الخميس جو أخذوا شباب من عندنا من ساعة الاعتصامات كربلاء، واحد من عندهم اسمه ساهم قاسم، ضربوه طبعا ضرب مبرح أمام الناس ولفقوا له تهمة جائفة. نعم. هو في ورج الله. نعم تسمع أستاذ؟ إيه وياك يفقون تهمة جائفة وفي سبيل يعني يفرقون المظاهرات، في حين هو كانوا بالإعلام يطلعون مسؤولين أمنيين كبار يقولون ما يصير أي متظاهر يعني الأجهزة الأمنية تأخذه إذا مو بأمر قضائي. فالحكي يعني الكلام المتناقض يعني بين المسؤولين بالدولة وبين الشرطة اللي جاي تأخذ المتظاهرين بدون أي أمر قضائي. احنا من خلال ناشد الجهات الامنيه ووسائل الاعلام ان تكون صراحه الشباب اللي خذوهم من كربلاء ومن غير محافظات. نعم. بدون امر قضائي. نعم. احنا ناشدهم من خلال منبركم الاعلامي اللي يطلقون صراحهم، لان الشباب مظاهرين طالبين بحقوقهم المسلوبه، مثل ما يعرف جنابك العراق صار بلاد الغابه، لا قانون لا نظام لا يعني غابه يعيش بغابه هسه. فنطلب من خلال يعني قناتكم الكريمه ان توصلوا للاعلام الحر، الاعلام الحر مو الاعلام المزيف. نعم. العراق يعاني في ازمه مال الاعلام استاذ العزيز، تسمعني بوضوح؟ وياك. احنا نريد اعلام ينقل معاناه الشعب مثل ما هي، الشعب جاي يعاني، الشعب انظلم، شباب قاعده، الاعتقالات على قدم وساق، والعالم يعني العالم جاي يتفرج على الشباب العراقي، هو جاي يقتادونه للسجون والمعتقلات
بدون لا ذنب ولا لا مجرد شباب طلعوا دعون حقوقهم. نعم. احنا من خلال منبركم هذا يعني تعطيني مجال استاذ، انا عندي كلام هواي. تعطيني مجال استاذ العزيز. يعني اذا تقدر تستعجل لي على مود افسح المجال الى بقيه المتصلين. احنا من خلال منبركم احنا نطالب باطلاق سراح المعتقلين. نعم. سواء الجدد او سواء يعني السنوات السابقه. وال يعني نطالب انه الاعلام الحر يناشد الجهات المسؤوله باطلاق سراح هذا للشباب اللي خذته. وانا اشكر قناتكم. شكرا 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 لك اخ حسن. القيادي بتحالف القوى هيبة حلبوسي يقول مقترح العفو الخاص هو عبارة عن ترقيع، هو مو عبارة عن قانون، أنه هذا العفو ليس بعفو بل ترقيع. القصد من إصدار العفو هو تقليل الزخم داخل السجون لحماية آلاف الأرواح من شبح الموت والكارثة الإنسانية لا سمح الله. فهل المحكوم الذي أمضى نصف محكوميته سوف يصيب الفيروس والذي لم يمضي تلك المدة؟ لا. أليس هناك شعور بالإنسانية تجاه آلاف المظلومين؟ إذن السياسيين أيضا ينظرون إلى هذه القضية أنه عبارة عن قضية ترقيع. الناس ما فاهمة شنو الوضع، العالم كلها مدى تعرف أو ولدها مشمولين بهذا العفو لو لا. لكن السؤال اللي ينطرح هو العفو همنا بشروط. يعني أرد أسأل أي سياسي بالعراق، أريد أوجه له هذا السؤال. في أي دولة بالعالم شوف أي دولة لزمت السجناء وأطلق سراحهم أو أصدرت عفو عنهم، كيف كان العفو العام عن السجناء وكيف أنتم تفكرون؟ زين قبل فترة في ولاية حيدر العبادي كان من المفترض أنه أكو قانون عفو عام، لليوم ما طلع ولا واحد من السجون بشهادة المتصلين وبشهادة الفيديوهات وبشهادة الناس اللي عندها معتقلين إلى اليوم ما دا يعرفون ولدهم وين. زين ذاك العفو العام وين؟ حتى اليوم العفو الخاص يمشي لو بس هذا قانون راح تصدروه تحطوا له وارد تحطوا له تاريخ ويتعلق على الرف. عبد الرحمن من الموصل حياك الله. أنا راسي. نحن أخوي نطالب بالعفو العام و نعم. إيه نطالب بالعفو العام ونشمل يعني جميع المعتقلين. نعم. إيه أنا أبوي وعمامي كل شيء ما عندهم فاتوا على السجن من وراء أحد ما يخاف الله اشتكى عليهم. نعم. إيه والله. وعمي هذه اعترف على نفسه من الشتل. نعم. من الشتل الله وكيل قال له أسي إذا ما تعترف نجيب أمك وخواتك وزوجتك نفعل بهم قدامك. نعم. ايه اوف واعترف على نفسه والله. نعم. ايه والله اعترف على نفسه من الشتل وعمي كل شيء ما عنده ونحكم مؤبد. نعم. ايه ونحكم مؤبد وعمي الاخر حكم 15 سنة وابوي وعمي الاخر كل شيء هذا كل شيء ما نعرف. ما تعرفون هم وين موجودين حاليا؟ ما نعرف حاليا كل شيء ما نعرف عنهم ولا ويصب. نعم. اي والله. نعم موصل صوتك عبد الرحمن. هلا راسي. هلا بيك هلا بيك. مصادر من داخل سجن الحوت بمحافظة ذي قار أكدت وفاة 6 معتقلين بالسجن بسبب عمليات التصفية اللي يتعرض لها المعتقلون اللي يشملهم العفو الخاص. خبر عندنا خبر عندنا تقول أكو ناس شملهم العفو الخاص، يعني المفروض يطلعون من السجن، 6 من عندهم ماتوا نتيجة تعذيب السجانين بسجن الحوت. أم عبد الرحمن من الموصل. أم عبد الرحمن وياي. ايه هلا بيك يما تفضلي. والله أنا عندي ولدين معتقلين بناصرية. نعم. واحد 15 سنة وواحد مؤبد. نعم. أم عبد الرحمن. نعم. من الموصل. نعم. ايه انا من الموصل. الله يسلمك، شلونك؟ هلا بيك يما تفضلي انت على الهواء. والله واحد 15 سنة وواحد الو. نعم. إيه. من الموصل يعني. هلا بيك. الله يرضى عنك ابوي، الله يحفظك.
هلا بك. مدير العفو العام يعني يشملهم لو ما يشملهم؟ الصوت ده يتكرر اختي العزيزه. والله حجيه يعني حسب ما فهمت انت ده سالين العفو العام يشمل العفو الخاص اللي اعلن عنه برهم صالح يشمله لو لا. والله يا حجيه هو مذاكر اي شخص او مذاكر اي شيء عن المحكومين مؤبد او اعدام، يعني هو يقول اي القانون ما يشمل المتهمين بالجرائم الارهابيه او الدوليه او قضايا الفساد. اما اللي بالنسبه الى ابنك المحكوم 15 سنه اذا كمل 7 سنوات بالسجن فالمفروض حسب القانون انه هو يشمله. يعني ما اعرف انه هم شلون دا يتعاملون ويا الناس. المفروض هم يبلغوكم، المفروض اكو لجنه، اكو اتصال رسمي وياكم يبلغوكم، اكو طريقه انتم تعرفون بها، المفروض اكو طريقه تتعامل بها الحكومه ويا اهالي المعتقلين حتى تعرفون كل ما يخص ابنائكم داخل السجون. لكن يعني اكو المصادر من داخل سجن الحوت مثل ما قلت انه تقول اكو 6 معتقلين توفوا بسجن الحوت نتيجه التعذيب او نتيجه عمليات التصفيه. ذول 6 كان يشملهم العفو الخاص. ومصادر برلمانيه تاكد انه سجون الناصريه والتاجي وديالى وبغداد والبصره والموصل من اشد السجون اللي فتك ضباطها بالسجناء، وصار اللي الضباط ثروات نتيجة عمليات الابتزاز لأهالي المعتقلين. محمد من بغداد وياي، حياك الله. حياك الله. هلا بيك. شلون عن خصوص المعتقلين جالك إلى برياك ونفرجون عليهم من غير يعني دواعش ما دواعش. نعم. كل برياك إن شاء الله يكون فرجون عليهم، هذا إن شاء الله مطلبنا. نعم. وصل. نعم. شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام، اكو كثير اشخاص دا يتصلون على رقم الواتساب، اعتذر من عندكم شديد الاعتذار، يعني عندي تقريبا 6 أو 7 اتصالات على رقم الواتساب، ما اقدر استقبل اي اتصال على رقم الواتساب. ارقام البرنامج اسفل الشاشه. ايضا صور عندنا رقم عراقي مخصص للاتصالات، تقدرون تتصلون على اي رقم من هاي الارقام، اما رقم الواتساب فقط للرسائل. كتبوا لي رسالتكم واسمكم ومن وين انتم، ان شاء الله اقراها في نهايه البرنامج بالدقائق الاخيره. ابو عبد الله من لندن وياي، حياك الله. وبركاته. هلا بيك. تحيه لك وقناه الرافدين والساده المشاهدين. هلا بيك. والله اخي افل، نحن عندما يعني عندما نتفرج الى الفيديوهات تبع المعتقلين في السجون، يعني شيء يعني يقطع القلب، يعني حقيقة شيء مأساوي. وآهات الأمهات لما يشوفوا أولادهم والأخوات عندما يرون أبنائهم في هذا الحالة في السجون، يعني شيء محزن جدا جدا. لكن يعني الله عز وجل في القرآن يقول ولنذيقنهم من الله عز وجل يقول ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون الأكبر لعلهم يرجعون. وفي آية أخرى يقول ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. هؤلاء الظلمة الحكام وقيادات الميليشيات، الآن الله عز وجل عندما يقول ولله جنود السماوات والأرض، هذا الفيروس كورونا جند من جنود الله، هم الآن مثل الآن أخي أفل، الآن هم مثل الجرذان، الآن حشاك مثل الفار الآن في قصورهم، وما يعني ما يتجرؤون أن يتجولوا. شوف الله عز وجل كيف أرسل هذا الجندي المجهول، الله أرسل لهم هذا الفيروس، هم مثل الحشاك مثل الجرذان ما يقدر يطلع رأسه. فلذلك إذا كان يريد أن يرجع الله يرضى عنهم ويغفر لهم ويتوب عليهم، يجب بأسرع وقت أن يطلقوا سراح المعتقلين، لأن المعتقلين هؤلاء كلهم أغلبيتهم مظلومين. والله عز وجل مثل ما قلت يقول ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول الظلم ظلمات يوم القيامة. فيجب لا. قيادة الميليشيات ورؤساء الحكومة يجب بأسرع وقت أن يفكوا أسرى المعتقلين ويخلوهم يرجعوا إلى أهلهم سالمين. نعم شكرا لك أبو عبد الله. صفاء من بريطانيا، حياك الله. حياك الله أخي العزيز. طبعا هذا
موضوع مهم يتم طرحه في هذا التوقيت. نعم. هناك عدد كبير من المعتقلين في السجون العراقية. نعم. وهؤلاء المعتقلين الكل يعرف أنه تم اعتقالهم بطريقة غير قانونية. نعم. وبطريقة غير شرعية، لأنه القضاء نفسه في العراق هو قضاء فاسد. نعم. ومن ينفذ الاعتقال هم ناس فاسدين وناس مرتزقة يعملون لصالح دولة لا تكون للعراق إلا العداء. يعني في هذا التوقيت تحديدا نحن لا نريد أن نتكلم من الناحية السياسية، ولكن نناشد بعض من يدعون أنهم أحزاب دينية وأنهم معممين. أين الإنسانية؟ أين الإنسانية في ظل هذه الظروف؟ والسجون العراقية أيضا سجون غير شرعية، يعني حتى من الناحية القانونية هذه السجون أسوة في سجون دول العالم لا تصلح أن تكون سجون، لأنها يعني تنعدم إلى التهوية وتكثر فيها الرطوبة وتأخذ أعداد كبيرة أكثر ما المفروض يكون فيها هذا العدد. يعني سجن من السجون 4 × 4 يكون فيه 200 شخص. يعني هذا ما بس يصاب المعتقل بمرض كورونا وإنما أمراض أخرى، هناك معتقلين مصابين بالسل وأمراض مزمنة. فبالتالي أنا لا أناشد دولة يقودها الفاسدين، ولا أناشد قضاء فاسد، لأن هو هذا القضاء الأعلى فاسد في كل دول العالم. عندما تعتقل أي مجرم أو أي شخص هناك مذكرة قضائية بحقه. هؤلاء المعتقلين أغلبهم تم اعتقالهم دون مذكرات قضائية، وتم اعتقالهم لأسباب طائفية ولأسباب سياسية. فبالتالي لا شرعية لوجودهم في السجون أولا، والنقطة الثانية أنه أين الإنسانية؟ أين الإنسانية يا من تدعون الدين؟ فيجب أن يتخذوا من هذا المرض وهذا الوباء فرصة ويطلقوا سراح هؤلاء المعتقلين، لأن الأعداد الموجودة كارثة. وما بس يعتقلوهم، أيضا يجب أن تكون هناك، يعني ما بس يفرجوا عنهم، يجب أن تكون هناك لجان طبية صحيح تطلع على حالة هؤلاء المعتقلين. أيضا أخ صفاء، لجنة حقوق الإنسان البرلمانية تقول إدارات السجون تمنعنا من دخول السجون للإطلاع على واقع المعتقلين. فأنت المشكلة هنا أنه يعني حكومة عادل عبد المهدي أو حكومة بغداد أو مش تريد تسميها ما عندها سلطة على السجون أصلا. بكل تأكيد هذه ربما تذهب في باب الدعاية للحكومة. لجان حقوق الإنسان أغلبها اللي موجودة في العراق، يعني أنا أطلب أن يدخلوا لجان حقوق إنسان دولية، لأن أنا أكلمك، أنا كنت معتقل. عندما كانت تأتي لجان حقوق الإنسان يجلسون في مقر السجن مع مدير السجن ويأخذون المقسوم، لأن هذه ما بس أصبحت مسألة اعتقالات ومسألة سياسية، وهذه لا، هذه بزنس أيضا، لأن هذه نعم أصبح قضية المعتقلين بزنس للعمل. نعم نعم نعم، هذه السجون الآن يصرف لها أموال، وأموال هائلة من ميزانية البلد. ولكن روح اسأل المعتقل نفسه، قل له شقد أنت يصلك أكل، شقد أنت تأخذ حقوقك داخل السجن، زين ما يصلك. عدل عن الأموال اللي تصرف من الـ من الـ من الأهالي في قضية ابتزاز الأهالي، لما يطلع نعم واحد بريء وما عليه قضية ويقول له إلا تدفع لي دفتر أو دفترين أو ثلاثة أو خمسة أو عشرة حتى أطلع لك ابنك. هناك معتقلين باعوا أموالهم، باعوا ممتلكاتهم وتنازلوا عنها داخل السجون لحساب ميليشيات وشخصيات متنفذة في الدولة. تم بيع أملاك، مزارع، بيوت في أماكن مهمة، في مواقع مهمة تم بيعها، والمعتقل بعد أشهر تم إخراجه من السجن ومطالبته بمغادرة العراق. فهذه مشكلة كبيرة نعاني منها، لسنا من يعني اليوم أو أمس أو مع ثورة تشرين، لا،
هذه المسألة من 2006 و2007. نعم. هناك تقاليد الآن الحكومة العراقية أخفتهم، وهناك مقابر جماعية للمعتقلين قرب المعتقلات لأنه تم قتلهم بأثناء التعذيب. نعم نعم نعم. فهذه مشكلة كبيرة، والآن نحن نطالب من في قلبه قليل من الرحمة أن يتحرك لإنقاذ هؤلاء الموجودين في السجون الآن، لأنه كارثة. كل دول العالم أفرجت عن المعتقلين، ليش أنتم ما تفرجون؟ شنو الأسباب؟ نقابة المحامين العراقية أين دوركم؟ يعني هذا القضاء الأعلى في العراق هو قضاء فاسد. طيب. ونحن نعرف من يدير هذا القضاء، هم مجموعة تابعين للأحزاب وخاضعين للهيمنة الإيرانية. ولكن نناشد بعض الذين في قلبهم رحمة أنه اللي يجب أن تتحركوا. نعم نعم، شكرا شكرا جزيلا لك أخ صفاء. أبو زكريا من كركوك، حياك الله. حياك الله ابن أسد، هلا بيك. بس عندي مداخلة وياكم يا ابني العزيز. نعم. يعني سؤالين عندي، كم من هذول الإيرانيين باعوا مخدرات ودخلوا السجون العراقية؟ وينهم؟ هل موجودين هم؟ كم الإيرانيين دخلوا العراق فيروز غير فيروز هم موجودين؟ زين، أربعة أصحاب أربعة سنة، يعني ليش سنة هي كلها بالسجون ما حد ما يحاسبهم ما حد ما يطلعهم؟ أول واحد أنا ابن أخويا قبل ثلاث أيام خلص ساعتها مات بسجن كركوك باسم عياد عبد الله إبراهيم. ليش هذول السياسيين هذول بس يدورون على المناصب على فلوس ما يدورون على الشعب العراقي؟ وكاتبين بالكورونا ما كورونا واحنا ميتين من الجوع من بيوتنا. هل أهل السياسيين هيك مثل أبزانا يا أبني أسد؟ هيك يعني جوعانين ما عندهم يأكلون يشربون ما يعطوهم مواد غذائية؟ نعرف الله على إيران، نعرف الله على الصفويين، نعرف الله على أمريكا، جابونا هيك سياسيين ذبحوني من ورج ورج يا أبني أسد. يعني أسد هذول السياسيين قاعدين بالخضراء أما عندهم مواد غذائية يأكلون؟ أما عندهم يعني طماطم بصل قيسي؟ مو احنا متنا يا ابني، مو احنا انتهينا؟ العراقيين انتهوا انتهوا العراقيين. لا ابني أسد خليني احكي عليك، الله عليك ربك عليك عليك امك وابوك عليك عليك شيخ حرب الله خليني احكي. مو احنا فاق قلوبنا يعني نطلع بالشارع حتى الجبال قبل ناكله، حتى الجبال قبل ناكله ما عندنا العراقيين انتهوا من الجوار من الجوار. يعني الفقراء وين يروحون؟ يعني الدخل الفقير العام وين يروح؟ ايش يوم يا ابني يا سعد؟ والله انتهينا بالقران العظيم، بالقران العظيم اليوم هذا خبز جامد قبل ما دخل بالمي رهيب الجهالي. نعرف الله من السياسيين الحكومة هذولا الإيرانيين كفر جابهم علينا. نعرف الله على كل سياسي خبير من أول على ينعل الولاية الجابها العراق يا ابن أسد. الله يحفظك ابني، مرحبا عندكم. أشكر رافدين، أشكر رافدين، أنتوا كلام الحق بالعراق، ماكو من وراكم كذب. كل الإعلاميين طيب. كل السنوات كلهم كذابين، بس تراضين يا ابن أسد، يا ابن أسد أنت الوحيدين بالعراق دافعون على العراقيين على فقرة العراق على مشاكل العراق يا ابني. نعم. الله يحفظكم. شكرا شكرا الله. شكرا لك أبو زكريا والله يطول بعمرك إن شاء الله يا رب. أبو مالك من أمريكا، حياك الله. السلام عليكم أستاذ إفل. عليكم السلام والرحمة والإكرام. تحياتي لك ولجميع كادر القناة. حياك الله أخوي. أستاذ إفل، بالنسبة للشعب العراقي
هاي رسالة يعني أوجهها عبر قناتكم المفضلة، أن لا يتأملوا أي خير من هكذا سياسيين ساقطين وسفلة وحرامية. نعم. قبل الاحتلال بال2003 كان ترويج أنه العراق متوجه سيتعرض إلى ضربة. صدام بيض كل السجون، نطع أبو عام بمختلف القضايا، ما استثنى خاص وعام، كل السجون بيضها. اليوم احنا في اخطر وقت، وباء يضرب العالم اجمع، واخطر من هذا الوباء ماكو، والمستشفيات عندنا صفر بالعراق، انعدام الصحة، انعدام الخدمات في السجون، يعني ما عندهم رأفة إنسانية على الشر اللي نايمة بالسجون. فهذول السياسيين للأسف إنه تنتعوهم بالسياسيين، ذول الشلة مال حرمنة حرامية. وفق القانون العراقي كان يحكم بالإعدام اللي يلزم بقضية تجسس. اليوم عندك رؤساء كتل هم عملاء وجواسيس ولا هم لغير العراق، مستلمين مناصب ورؤساء كتل وعقود وهمية وفلوس وكذا، والشعب العراقي إلى الله. فأني أقول يا أستاذ إفل، لا حد يعول على هكذا سياسيين ساقطين سفلة. نعم. كلهم حرامية على بكرة أبيهم، سنتهم شيعتهم كرادهم، الله وكيلك ما بيهم واحد شريف. وأنا أشكرك. شكرا شكرا لك أبو مالك. برنامج صوتكم متواصل مشاهدينا، بس بفاصل قصير ونرجع لكم. والحبوب يهوش فينا والدفتيقار الشجعان، نستشهد بس ما نستسلم تحلب كل عين الدخان. والحبوب يهوش فينا والدفتيقار الشجعان، نستشهد بس ما نستسلم تحلب كل عين الدخان. والحبوب يهوش فينا والدفتيقار الشجعان، نستشهد بس ما نستسلم تحلب كل عين الدخان. والحبوب يهوش فينا والدفتيقار الشجعان، نستشهد بس ما نستسلم. ساحات اعتصام الحبوبي، شباب ملتزمين بالحجر الصحي بخيامهم، هذا يدل بأن ثوار عندهم وعي وعندهم الوعي قائد. ألف تحية ثوار ساحة الحبوبة على التزامهم بالحجر الصحي في داخل الخيم. حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام. مثل ما قلنا في بداية البرنامج، فيديو بعد التتر وأيضا الفيديو اللي خرج بعد الفاصل هو يظهر الوعي الكبير اللي موجود عند المتظاهرين، خصوصا في ساحات التظاهر. كان من المفترض أن يدخل ويانا يحيى من الجزائر وانقطع، أتمنى يتصل بنا مرة ثانية. واتصلت أم عبد الله من الموصل لكن انقطع الاتصال مباشرة، أتمنى ترجع وتتصل بنا حتى نسمع رأيها بحلقة اليوم. أما وجدت رسالة على الواتساب حتى أجاوبها. السلام عليكم، تقول أنا زوجي معكم 5 أشهر ومخلص نص محكوميتي، شمل العفو العام لو لا؟ والله يا أختي لو مخلص يوم واحد، حسب القانون يقول أي واحد محكوم أقل من سنة يشمل القانون. فأنت إذا زوجك معكم 5 أشهر فالمفروض حسب القانون فهو يشمل. الرسالة إلى أم حيدر من البصرة، فهذه اللي وجدتها في الرسالة وجاوبتها على حسب القانون. أيضا مركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب يحمل حكومة بغداد والأجهزة المختلفة. ومن ويانا من الموصل، منتهى من الموصل، حياك الله. منتهى، انقطع الاتصال ويا منتهى.
المهم المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب يقول أحمل حكومة بغداد وأجهزتها المختلفة والميليشيات مسؤولية عمليات التصفية الجسدية للمعتقلين في السجون الحكومية والسرية. والمركز العراقي يقول أن الحكومات أو القوات الحكومية والميليشيات قامت بقتل أكثر من 6 معتقلين بسجن الحوت بمدينة الناصرية، منهم المعتقل غسان المجمعي، مؤكدا أن عمليات التصفية وقعت داخل السجن للمعتقلين اللي من المفترض أن يشملهم قانون العفو الخاص اللي أعلن عنه برهم صالح رئيس الجمهورية. وأضاف المركز أن هناك أكثر من 9 حالات أخرى في سجون محافظة صلاح الدين وآمرلي، وحالات عديدة بسجون بغداد وبقية المحافظات والسجون السرية. أم عبد الله من البوصر رجعت لنا، حياك الله أم عبد الله. من البوصر أنا عبد الله. هلا بيك أم، تفضلي. على مود ابني والله مفقود من تاريخ 29/3/2014. نعم. أريد أتصل بلد أشوف الإذاعة أشوف. حجيتي على الهواء، تفضلي. بلى. تفضل يما. السلام عليكم. عليكم السلام. 3 ايه امي الحزاني ما اعرف عنه كل شيء. منين راح من يمك؟ منين راح؟ والله من الشارع. من الشارع. ما عرفتي منو اخذه؟ على الحكي الاتحادية، على الحكي الاتحادية اخذته. ما رحتي للاتحادية ايش قالوا لك؟ احنا نكره وقالوا ما موجود. نعم. ايه. اذا عندك ابن مغيب. اي عندنا المغيبين، حتى زرحنا قالوا يسيطر العقرب، نكره وقالوا ما موجود عندنا. واحنا قاعد ادور من ذاك الوقت يا الحسابة 6 سنين خلص، فتنا بس 7 سنين. نعم. ايه. وريد شو بلكي يشملوا عفو نلقيه طيب ميت بلكي. الصليب الاحمر انا اشتكيت هاي 3-4 مرات، رحت كل ما اروح على الصليب الاحمر ادور. شو يقول لك؟ يقول جا ندور جا نبحث له. والجماعه طلعوا من السجن قالوا موجود ابنكم بالسجن بالشعبه الخامسه بالكاظميه. جماعه قالوا لنا بالمطار مثنى. جماعه قالوا لنا سجن الحوت بالناصريه. زين سالتوا هاي الثلاث جهات يعني الشعبه الخامسه، مطار المثنى، سجن الحوت؟ والله دحق اني رحت اني حرمه كبيره وما اقدر، ما عندي احد. اخوتي تلو دواعش، اخوه مات سقطه قلبيه وما عندي احد. نوبتي رحت ما قدرت اصل. طيب. اي مكان ورجعت. وصل صوتك ام عبد الله وان شاء الله سمعوه الناس واي شخص يعرف عن ابنك. ان شاء الله ان شاء الله تعرفي عنا اي خبر. شكرا جزيلا لك. منتهى من الموصل، حياك الله. منتهى من الموصل. نعم. حياك الله امي، تفضلي. ايه تفضلي انت على الهواء. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه والاكرام. عندنا احنا نعم معك. عندنا معتقلين احنا صار لهم 4 سنين لحد الان ما نعرف عنهم شيء. عندنا معتقلين. نص التلفزيون اسمعيني من التلفون اخت منتهى. عندنا معتقلين من الموصل. اسمعني؟ اي اسمعك. اي صار لهم 4 سنين لحد الان ما نعرف عنهم اي قشر بنوبه. ها؟ اي ما نعرف عنهم شخصين، زوجي وابوه. زوجك وابوك او زوجك وابو عفوا، من وين راحوا؟ والله خذوهم من المخيم. نعم نعم. شكرا شكرا جزيلا لك اخت منتهى، والناس سمع صوتك ان شاء الله. يحيى من الجزائر يعاود الاتصال بنا مره ثانيه، حياك الله. مساء الخير. مساء الانوار. السلام عليكم اخي. عليكم السلام والرحمه والاكرام، تفضل اخويا. اولا انا متعلق بالقناه هذه يعني احبها احب الجمع. حياك الله اخويا. يعني اولا اذا
إذا كان فيه أوسمة سأمن حول الرافدين وأشرف وسام بما يخص الإعلام العربي. وسام نعتز به وشهادة نعتز بها وحياك الله حيا الله أخواننا بالجزائر. أما فيما يخص الإخوان المعتقلون نعم والله إذا جب يجمع عندما ننظرهم في الصورة نعم يعني أتسأل أين المنظمة العالمية لحقوق الإنسان؟ لماذا لا تتدخل المنظمة العالمية لحقوق الإنسان؟ نعم نعم يعني وتطلب يعني أفتن بهذه هؤلاء الإخوة المحبوسين كل العالم منهم الجزائر محبوسين في خارج حفاظا على المواطنين. نعم ونتمنى لكم العافية. حياك الله حياك الله وشكرا شكرا جزيلا لك أخي يحيى. أخي يحيى حب يوصل صوته إلى السادة المشاهدين وقال أنه عندنا معتقلين في الجزائر لكن كلهم خرجوا حفاظا على أرواح المعتقلين من الوباء. أما ما يخص رسائل الواتساب أو رسالة وصلتني اليوم، أخي معاك بنت الرمادي، أخي وأبي مظالم أطالب العفو العام، أخوي ظلموه 15 سنة بصموه على شيء ما مسوي، صار لأربع سنين بسجن التاجي وأرجو أن تعرض صوتي وأطالب شيوخ عشائر بالتحرك للمظالم أو إعادة حكم من جديد، والله هو طالب كلية إسلامية في جامعة لمبار وكل شيء ما مسوي. رسالة أخرى، السلام عليكم، أنا من صلاح الدين أخوي، بوقت التهجير طلع الجيش وخذوه ظلم وبظلم والله والله وانسجن ببغداد حتى أدلة ما عنده وهو أحداث عمره 17 سنة، ظلم وحق الله ونريد العفو العام أرجوكم، والله مظلوم بس وصلوا صوتي إن شاء الله وصل صوتك. رسالة أخرى، السلام عليكم، أبو حاتم من الموصل، تحية طيبة لك أستاذ أفل المحترم وللجميع من العراقيين. أستاذ أفل، عصابة الخضراء وسرطانها بايعين العراق ومقدراته ودماء العراقيين للأمريكان والإيرانيين قبل الاحتلال 2003، وهم اليوم والآن ليس لديهم الحق بصنع أي قرار يخدم العراق وشعبه. الأمل الوحيد الخلاص من الاحتلالين الأمريكي والإيراني وأعوانهما من العملاء في العراق بواسطة الثوار الثائرين من آباء الشعب، من إباء الشعب، ليست أي خيار أمام الشعب للخلاص إلا من هذه العملية الفاسدة إلا وضع والشعب أحق بالحكومة من هذه العصابة. والسلام عليكم. رسالة أخرى، السلام عليكم أخي العزيز، تحية لقناة الرافدين، نطالب بعفو عام شامل لجميع المعتقلين لأن أغلبهم أبرياء والكشف عن مصير المغيبين، أخوكم ابن الغربية. حياك الله أخويا، محكوم 5 أشهر بس أريد أعرف يشمله لو لا، متابعة الحلقة أختي العزيزة، من المفترض إذا أخوك محكوم 5 أشهر أنه يشمله قانون العفو الخاص حسب ما هو معلن، لأنه أي شخص محكوم بسنة وأقل فهو مشمول. السلام عليكم، أنا زهراء من الناصرية أطالب بالعفو العام وليس الخاص، أخويا محمد فرحان محكوم بالسجن الإصلاحي، نطالب بشملهم برفع المحكومية. السلام عليكم، تحية خاصة إلى قناة الرافدين. أستاذ، العفو صدر من الدولة عفو إعلامي وهذا العفو يشمل طائفة واحدة والخزي والعار على هاي الحكومة. مرحبا أستاذ، أنا أم فرح من الموصل، مناشدة إلى أصحاب الضمير، إخوانكم السجناء يواجهون خطر كورونا، ما ذنبهم؟ مناشدة إلى رئيس الوزراء، إلى رئيس البرلمان، إلى الحكومة، إلى القضاء الذي ظلم الكثير من السجناء، لقد انتشر الفيروس بين صفوف السجناء وسيقتل كل أبناءنا البريء منهم والمدان، نطلب الرحمة إلى أبنائنا، أنقذوا أرواحهم كما فعلت باقي الدول حتى لو كفالة، رحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، حسبنا الله ونعم الوكيل. رسالة أخرى من الشيخ أبو كرار من البصرة إلى أهالي أبو الخصيب الكرام، سوف تنطلق تظاهرة حاشدة في 15 من هذا الشهر، سوف نصرخ ضد الحكومة الفاسدة، نحن نعتذر للمرجعية، لا يمكن أن نجلس في البيوت، خرجنا ضد الظلم ضد الجوع ضد الأحزاب الفاسدة. أبو الخصيب، شيبوا شباب عاهدوا الله أنفسهم في 15. على ذمتي معلومات خطيرة، عمليات تصفية تجريها القوات الحكومية بحق معتقلين، مرجح أنه يشملهم قرار وشيك بالعفو داخل سجن الحوت بالناصرية، مركز جرائم الحرب، القوات الحكومية قتلت أكثر من 15 معتقل بسجن الحوت وبسجون صلاح الدين اللي كان يشملهم العفو الخاص. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا أشكركم لأن قاعد توصلون صوتي على قناتكم الشريفة، أنا أم كيام من بغداد النهروان وطالب بالعفو العام، زوجي بالسجن وصار سنتين ولا أنا ولا جهالي شايفينه وما شمل العفو. السلام عليكم، يجب تصنيف المعتقلين، يجب تحقيق فوري مع المعتقلين وأي واحد لم تثبت عليه تهمة إطلاق سراح فوري، وأتمنى أن يحاكموا من قضاة عراقيين وليس قضاة ذيول إيران،
نوار من هولندا. بسيطة تخلص كورونا وحزننا وترجع الثورة وحلمنا، ويا يا دم الشهيد الما برد بقلوبنا رغم الشتاء، آه يا نارج خيمنا الصيف لاهب السنة، وعد نرجع. شخص باعث قصيدة إلى الثوار تشرين. أنا أخوي مواليد 99 ومعوق وعنده أمراض مزمنة، أخذوا المكافحة قالوا عندنا استفسار ويرجع، أخذوا سووا تاجر بيع أعضاء بشرية وحكمه وما نعرف شلون خلال أسبوعين الحكم 6 سنوات. نور من بغداد. السلام عليكم أستاذنا عزيز، أنا عندي سجين محكوم إعدام على جريمة قتل، ما نعرفهم ولا يعرفونه ولا عليه شاهد ولا تطابق بصمات، مجرد اعتراف إثر تعذيب، واللي كسر أخويا ملازم راد فلوس وما عدنا ننطيه، وأخذ اعتراف بالجبر والإكراه حتى ما نعرف أهل المجني عليه حتى نحصل تنازل. وأشكرك أستاذ، وشنو الحل رحمة لوالديك؟ أرجو قراءة رسالتي، وهل يشمل العفو مع أنه قضى 10 سنوات بالسجن؟ عفوا والله يا أختي ما يعني ما أعرف إذا يشمله لو لا، لأن القرار حسب ما أعلن برهم صالح ما ذكر أي شيء عن محكومين المؤبد. السلام عليكم، ميليشيا كتائب سيد الشهداء تقوم باستعراض عسكري في بغداد بهذا اليوم مما أسموه بالثأر لسليماني وجمال جعفر أبو تحسين من كربلاء. السلام عليكم، شلونك أستاذ أفل؟ حكومة وميليشياتها لم تطلق سراح المعتقلين لأن اللي يحكم بالعراق هم عملاء إيران. وآخر رسالة أقراها أستاذ المحترم، أستاذ المحترم، كثير من المعتقلين تم اعتقالهم من قبل عصابات إيرانية لا تعلم أو تعلم بها الحكومة، وأيضا من قبل عصابات التي تسمى الميليشيات، وأكثر المعتقلين هم من السنة الأبرياء. أما لماذا لا يطلق سراحهم؟ هو ابتزازهم بالأموال، 50 دفتر أو أكثر، أصبحوا من وراء هذا الابتزاز أغنياء، اللي ما يدفع فمصير التعفن في السجون وضغط عليهم من التعذيب إلى أن يموت إذا أهل ما دفعوا له فدية، ولا ينتظر من الحكومة الإيرانية إطلاق سراحهم. أنار تحياتي لك، التوقيع صحفية. شكرا جزيلا مشاهدينا الكرام، أعتذر من باقي الأخوة اللي بعثينا رسائل وما قدرت أقراها لضيق الوقت وهي كثيرة جدا. شكرا لكل من اتصل ببرنامج، نلتقيكم على خير إن شاء الله بنفس الموعد بحلقة جديدة من برنامج صوتكم، باكر في أمان الله.